السلام عليكم، كي داري؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. البنات هنا دا هو النهار اللي غادي نمشيو ان شاء الله باش نخيمو. كيف ما شفتوا الفيديو اللي قبل كنت بارطاجيت معكم من جمعت الحوايج وكل شيء في الليل، بقاو لي الحوايج اللي غيداروا في الثلاجه والكونجيلاتور. طال الصباح هاد جمعتهم درتهم في الكلاسير، ايوا صافي، والكيكات راه جمعتهم في الليل ومشينا شدينا الطريق. بالنسبه للتخييم، خيمنا في ايمي والدار. انا صراحه اول مره ليا في ايمي والدار، انا مولفه كنخيم في تغازوت، ولكن البلاصه فين كنشدو حنايا كل عام تلاقيناها عامره. هذاك الشيء علاش الساره كانت كتعرف هذا السيد هذا عند من كرينا في ايمي والدار، مشينا شفنا الاقامه نقيه، هذا الشيء اللي خلانا زعمنا عليها. فكي كتدخلوا للدار كتلقاو على يديكم لي صار كوزينه. كوزينه كتجي هكا نقيه، فيها الثلاجه ديالها، المسائل كامله، فيها الشوفو ديال الماء، الماء سخون كاين، وهذا واحد لاكور اللي كاين فيها صغيور كتحطوا فيه المسائل ديال البحر. وهذا صراحه نفعنا هاد لاكور بزاف، حطينا فيه التقديه، حطينا فيه بحال الخضره، الديسير، شحال من حاجه. الكوزينه الاساسيات راه فيها، يعني اللي ما يبغيش يتقل بالمعينات راه كاين فيها كل شيء. وكي قلت لكم فيها الثلاجه، وكاين فيها كي كتدخلوا على اليمين ديالكم كاين فيها هنايا اعزكم الله الطواليط. بالنسبه لهاد الدار هادي خلاها لينا ب 700 درهم غير حيت كيعرف ساره داكشي علاش ما الثمن ديالها راه كتر. مهم هاد الدار هادي جايه في ريزيدونس نقيه، فيها كاميرا، ممنوع الدخول والخروج غير للناس اللي كاينين، لان كاين الكونسيرج كاين العساس عند الباب فحاضي الدخل والخارج. هنايا كاين هنايا هاد السويت بارونطال، فيه تبارك الله كبير، فيه لولي كبير بالبلاكار ديالو لا كوموند وكلشي، وفيه الحمام لداخل، وكتخرجوا كتلقاو جوج صالونات. هاد الدار هادي ديال 8 الناس، كتهز 8 الناس. كنت هاد البيت الكبير اللي وريتكم كينعس فيه خويا ومرتو وليداتو، عنده جوج بنيتات باقيين صغار، وانا وماما وعقوستي وبناتي كنا كنعسو هنايا في الصالون. صراحه كانت هازه انا الدار، الدار زوينه نقيه، الفراش نقي، الدار جديده. ومن الاساسيات بالنسبه لي انا هو ما يمكنش ندي وليداتي ووالديا البلاصه اللي يكون فيها الصداع، لان البلايص اللي لقينا ديسپونيبل في تغازوت كان هكا كي كنقولوا الدنيا مخلطه، كانوا فيهم الدراري بزاف اللي كيكون الصداع، كتكون المضاربه، كيكون الكاس سبان، وهذا داكشي علاش هنايا صراحه اول مره غنخيم في ايمي والدار، وعجبني بزاف. بيني وبينكم جاني حسن من تغازوت، لان كان اول حاجه كان سيكوريزي، جوندارم حداك، ما عندك مناش تخاف، ما كيكون لا صداع لا مشاكل. 12 الليل كيحبسوا القهاوي كيسدوا، فما كيكون لا ديرونجمون لا حتى شي حاجه، والحوانت كيبقاو حالين حتى لجوج الليل. والجوندارم كي قلت لكم حداكم، حنايا العماره ولا الاقامه اللي كنا فيها رجعت على الشارع، كنطلوني حتى على البحر، كان كلشي قريب ليك. جينا انا ومرت خويا كنتعاونوا باش نقادوا المسائل كلها بلاصتها، رضينا كل حاجه بلاصتها. الناس اللي سولوا لي على التقديه، علاش زعما تقلتي بها وهذا، شوفوا انا البنات انا فيما خيمت سوا تغازوت سوا ايمي والدار هذا العام، كنفضل انني ندي التقديه ديالي، كلشي كيكون حدايا. نحنا ما تنبوش ناكلو هكا وعلى برا في التخييم، ما كتعرفيش الامور كيفاش كتكون، وزيد عليها حنا تبارك الله كتار، الا جيتي تاكلي على برا شحال يقدك. ومن خلال تجربتي ايمي والدار فيها تبارك الله لي غيستو، ماشي ما فيهاش لي غيبينوع، ولكن بالنسبه لي انا زعما اللي غياكل فيها الانسان هو الحوت. الحوت موجود حداك المارشي تما، تاخدي الحوت سوا تاكلي في دار كل على برا، بيتي تشوي بيتي تقلي، ومن الاحسن تاخدي الراسك من المارشي. غير هو انا وبناتي ما تناكلوش الحوت هذا المكان. هنا كنوريكم انا ومرت خويا معاونين جايبين مع الطابليين. بصراحه ملي كيكون العوين كدوز الامور زوينه بزاف، دوزنا واحد السيجور اللي هو غزال. حنايا كنا شدينا هاد لابارتومون هادي في البرومي، وساره وخاوله وصاحبتنا الاخرى شدوا بارتما في الدوزيام. هاد النهار هذا من بعد ما سالينا الميناج غادي نديرو كسكسو، هذا كسكسو ديال الشعير كنت خديته عند مناحي البركه. الصراحه البنات صدق خطير، زوين زوين بزاف. هو في الطفوار ديالو كايبغي الما كتير. بالنسبه لهذا درنا كسكسو باللحم ديال الغنمي، بصراحه كيجي مع الشعير زوين بزاف، جا صراحه لذيذ. هنايا ماما وعقوستي هما اللي داروا لينا كسكسو، هما اللي تكلفوا به اليوم.
ايوا البنات حنا خارجين دابا غادي للبحر ان شاء الله. ساره والبنات باقي ما نازلينش، يلا غادي غير انا ومرت خويا ووليداتنا نزلو نعومو شويه ونطلعو، خلينا ماما كيشتو كدير كسكسو هي وعكوزتي، ايوا صافي حنا نمشيو نديو الدراري الصغار للبحر ونرجعو. كان الجو غزال، شوفوا انا راه ما تنعومش نهائيا وسط النهار لان وجهي حساس بزاف. انا كيعجبني العومانية الصباح بكري، يا ملي كتروح ملي كتبدا تروح الشمس صافي. انا كنزل غالبا هاد الوقيته انا ومرت خويا كنبداو مقابلين هكا الوليدات تيعوموا، هي كتعوم معهم، هي هاد الوقيته كتعوم، انا كنجلس هكا كنقرا شويه، كان عندي شي نجاوب على لي ميساج في التليفون. وواحد الحاجه اللي نوصيكم عليها، ليكرون سولير ديالكم ما تنساوهاش، هذه حاجة ضرورية، وأنا الحمد لله هي اللي حفظت لي على وجهي، ما خلاتش الشمس شدت فيا، ولكن أنا كل ساعتين كنعاودها، وفاش كندخل نعوم كنخرج عاوتاني كنعاودها. أنا ليكرون اللي كنستعمل هي هذه اللي وريتكم، أكتينيك يو في من لا مارك أفواغ، صراحة أحسن ليكرون بالنسبة لي جربت لحد الساعة، الحماية فيها عالية، غزالة بزاف وكترطب لكم الوجه ديالكم، وهي أصلا كتجي أونتي تاش. ايوا من بعد ما وجد كسيكسو اللي خلاتها بنتي صافي غير صوناو علينا حنايا، نطلعو طلعنا الدراري. وملي كنقولو كسكسو كنقولو زيت ارغان، انا زيت ارغان راه كناخدو دائما من مناحي البركه، عندهم صراحه زيت ارغان بور الاصلي، وكنقولها وكنعاودها غادي تمشيو وغادي تدقوه لراسكم وغادي تاكدوا هاد الهضره. والحمد لله كاع البنات اللي خداو من عنده راه كياكدوا على هاد الهضره اللي كنقول لكم. هنايا هاد الكسريه الصغيره سكيناها للبنات، طلعتها لهم ساره وخوله، ايوا صافي كانت هذه هي الغديوه ديالنا. صراحه ما شهيتكم فيها، جات لذيذه تبارك الله، وراكم عارفين كسكسو ديال الشعير مع اللحم ديال الغنمي كيجي يا سلام. صافي كلينا كسكسو كنتكا وكنرتاحوا واحد شويه، وعاد كنعاودوا ننزلوا للبحر. وهذه هي الوقيته اللي تنقول لكم انا تعجبني فيها العمان، كتكون الشمس بدات كتروح، صراحه هذه احسن وقيته ديال العمان. سلام سلام، شوفوا شكون جا عندي، حنونه جات عندي مرحبا حنان. صافي يلا جلسنا البنات كنديروا الكوتي، يلا وصلت حنان، كنت عولت عليها تجي بكري نعوم، وصح حنان ما عندهاش مع البحر كتكرهش مع الشمس مع الشمس. ايوا صافي هانتوما معنا. ايوا البنات جينا للبي دون لو، هي الصراحه اللي كنا كنجلسوا فيها الاكثريه، كيف ما شفتوا راه كانت معايا حنان، جينا هي هنايا نزلنا كنلعبوا، بصراحه دوزنا وقيته غزاله فنا. الناس اللي عارفين حنان عارفينها قشاش بيا كي كنقولوا فيها الضحك والنشاط، ما يمكنش تجلسي معاهم ما تضحكيش. جلسنا هنايا تنلعبوا، جبنا دي جو سوسيتي لعبناهم، ضحكنا لعبنا الرامي، ما خلينا ما درنا، صراحه دوزنا وقيته زوينه ما تنسخوش. كيما كنقول لكم هنايا نورمالمون 12 لي ريستو كلهم كيسدوا، هنايا بي دون لو كانوا كيخليونا حتى ليك 12 شونس هكاك. صافي هكا داز هاد النهار هذا. المهم شوفوا انا حاولت هكا كل مره نصور لكم شويه، ان ما يمكنش كل نهار نصور. هنايا النهار الثاني هذه الحريره ديال مناحي البركه غزاله، عارفين فيها مجموعه الحبوب، فيها إلان، فيها هربل، فيها القمح، فيها الحبوب، فيها الحبه السوداء، النافع، الكرويه غزاله بزاف، غير هي كتبي تخليها واحد نص ساعه ترطب عاد كطيبيها باش هكا دغيا كطيب، لان فيها حتى الذره، والذره كيشد شويه الوقت في الطياب، فيها الروز، فيها الشوفان، صراحه زوينه بزاف. وانا هاد العشوب ديال اتاي صراحه نفعوني بزاف، ان المشكل ديال المصران صراحه كينفعوني، ما بقاوش هادو تيخطوني من عند مناحي البركه. السيستم اللي كنا دايرين، ماما وعكوزتي كانوا كينوضوا الصباح كينزلوا هما للبحر، كنبقى انا ومرت خويا كنوجدوا لهم الفطور صافي، بين ما كيجيو كيطلعوا كنفطروا كنجمعوا الدار ونجمعوا الدنيا، وكنزلوا انا ومرت خويا والدراري اولا البنات، وكتبقى ماما وعكوزتي هما ديك الساعه كيرتاحوا كيوجدوا لنا الغدا.
عاد كنطلعوا كنتغداو كيرتاحوا الدراري عاوتاني ينعسوا شويه، وديك الساعه كننزلوا تاني مجموعين. وكيف ما تنقول لكم ملي تتكون المعاونه راه ما كتحسيش نهائيا بالتمر، العكس استغنى الوقت ما امكن. والله الا نعس واخا كك ما كناش كنشبعوا، لان في الليل كنت كنتجمع انا والبنات، سواء كنطلع عندهم ولا كينزلوا عندي ولا كنمشيو للبي دونلو. صراحه كان نشاط. واش تعلم من الدر كيكون من الشرجم؟ حتى بالنسبه للناس اللي غيبغيو ما يطيبوش في الدار يقولوا ينزلوا، غادي يجيو كما في الصباح كيف ما كان كيبان لكم راه كيديروا الفطور. كاين كلشي تما، كاين الحرشات ولا مولات المسلمين اللي ما يغنيش يتقل، راه كلشي كاين موجود تما. انا جاتني امي والدار بالنسبه للعائله احسن من تغير. ايوا صافي هنايا قالت لي صرا والو نوضي نعوم، واخا الشمس انا راه قلت لكم من طبعي ما كنعومش في الصباح. ايوا درت لها خاطرها وعمنا شويه. من بعد ملي وجد الغدا طلعنا تغدينا، وهنايا فين غنقول لكم هنا فين بان لي الفرق في هاد العومه ديال النهار، فين بان لي الفرق في لاغام ديال افواغ. نورمالمون كنت الا عمت انا هكا بالنهار راه كتشعل لي العافيه في وجهي مع الشمس والملحه ما كتلاقاش، والناس اللي عندهم البشره حساسه راه غياكدوا لي هاد القضيه. والحمد لله لاحظت الفرق كبير، البشره ديالي تحسنات. ايوا هذا النهار الثالث صافي. هنايا وجدنا لي صاك شامبو. هاد الصاك ما كنتش صراحه بارطاجيتو معكم، كنت خديتو حتى هو عند حسن ستوب الا مازال تلاقي، يمكن شي 120. هذا راه بارطاجيت معكم لا باج عند من خديتو هو والشامبو، صراحه صدقوا لي زوين. عرفتي هاد الصاك صحيح ماشي دوك اللي كيكونوا ديال البلاستيك وكيبداو يتفرتو ولا نهائيا، وراكم عارفين البحر تماره ديالو والروينه ديالو، وكنحطو شحال من خطره في الارض. وهذا زوين لان اصلا هو لافونتاج ديالو فيه السنسله اول حاجه، وثاني حاجه الداخل راه مبطن، هانتوما الداخل مبطن بالثوب. صافي هنايا كلاصير الدراري صيفطناهم نزلو كلاصير، كندير لهم غير الحويجات اللي يقدروا يحتاجو. هنايا حريشات هادو كونجلي بطبيعه الحال، كنحطهم في الكونجيلاتور. هنا صوبنا لهم لي بيتزا، هنايا ميني بيتزا، دانونات، عواصر و لي بيسكوي، و تحت كاين الكعك. المرا تحت تجمع هادشي، عاد فكرت انني نصور ليكم. شفتو درنا لهم شويه كعك. المهم هادو غير دي سناك هكا ينقبو بيهم، و نطلعو يطلعو يتغداو ديك الساعة و يرتاحو شويه و نعاودو نهبطو. هكا كانوا كيدوزوا نهاراتنا ما بين اللعب والضحك والنشاط والطبحيره، هادو هما نهاراتنا. البنات جينا دابا باش نديرو بيدالو كاملين، ها هي كخاوله كاينه حتى هي. المهم غنشدو جوج لان حنايا كثار. كاينه هادي جو بونس ناخذو هادي وهادي، غادي نمشيو دابا وندخلو ونشوفو وندوزو ان شاء الله نصور لكم كلشي. كيف ما قلت لكم بيدالو حسبوها لينا 100 درهم من نص ساعه الوحده، كتهز 6 ديال الناس، دوزنا بها سويعه زوينه بزاف. خلالنا الصراحه اكثر من نص ساعه، غير هو ملي كتوصل يمكن 9 الليل كيحبسوا، كيبدا يطيح الظلام صافي كيجيهم الجندرم كيحبسوا. نشطنا ضحكنا لعبنا في هذا الداخل، ومني عرفتي والله العظيم ما سخيناش نهائيا. عرفتي ملي كتكون الخرجه وكتكون فيها الجماعه زوينه ما كتسخيش بها. هاد النهار كانت غتجي عندي حنان، كنت درت معها صراحه غنتلاقاو في تغازوت. هنايا طلعنا ماما كتوجد العشاء، دايره لا سوب ديال الحوت. انا قلت لكم انا وبناتي اصلا ما عندناش مع الحوت، وكنا هاد النهار تغدينا برا، فكنت انا شبعانه، البنات حتى هما ما قدوش على العشاء ياكلوه. صافي مشينا عند حنان، ماما اليوم هي اللي وجدت العشاء. ماما معروفه بهاد لا سوب، راه كنت ديجا بارطاجيتها معكم، كدير فيها فقط الحوت، ما كنديروا فيها حنا لا خضره لا خيزو لا حتى شي حاجه. الشعريه الصينيه والحوت، شامبينيون نوار اللي كنت نسيت ما جبناش وما لقيناهمش هنايا في ايمي والدار، هما اللي كانوا خاصين. اما كتجيها غزاله. نقلب على الفيديو فاش كنت بارطاجيتها معكم، الا لقيتو راه نخلي لكم الرابط ديالها. بالنسبه للحوت انا راه تنقولها لكم دائما، كناخذو عند بواسون دوز الحوت نقي زوين، جيبيه وحطيه ديريكت في الكونجيلاتور ديالكم. والاساسي من هادشي كامل انه طري.
راه كنت حتى هو هذا السيد بارطاجيته معكم، وبزاف منكم اللي جربوه وعجبهم بزاف. بالنسبه للاسوب درت معاه هنايا مرت خويا، درت بيتزا بهاد لي توست هادو، درتها بالطون، ما كانش عندنا الفران فطيبتها غير في مقيله غطات عليها حتى دابا الفرماج، والخبز ديال الطوست كانت تقرياته في البانيه. وصلت عند حنانه كاكاكا بربر ولا كتشهي هذيك المطبخه، دارت واحد الكليسه زوينه بلاتي غير باش ما نشدش على الناس. لا لا ما نشدش على مختي كاين هنا المهم تلاقيت انا وحنان هنا في سور في بغبغ، انا ما قديتش على حتى شي حاجه، خديت هنايا غير الكلاص انا والبنات. صراحه دوزنا سبيعه زوينه نشطنا، وكان هذا هو السيجور ديالنا. حاولت نختصر لكم. البنات هو عبد الرحيم هو عند من كرينا الدار، انا نخلي لكم النمره فين ما بغيتوا الطريق مي ولد فين ما بغاو راه تواصلوا معاه، هو امير بشويه عفوا ولدي، هو راه غادي يعطيكم المعلومات. ولكن الاثمنه غيتزادوا ابتداء من اليوم، الاثمنه كلهم غيتزادوا حتى شهر 8. سكوت امير، شهر 8 كيكونوا اثمنه زايدين، واللي خصاتو اي حاجه في ميواد دار سينو راه كي قلت لكم راه عندهم المحل هنايا نفس الاثمنه ديال اكادير لتحت، ما كاينلاش تقلوا بالماكله. انا غلط درتو ما بغيتكمش ديروا، يعني حنا جربنا خدينا عنده شحال من حاجه لقينا نفس الاثمنه. صافي عبد الرحيم طلب في الناس تمام زوين، الله يعطيك الخير بارك الله فيك. هذه بشحال تبقى؟ ما تبقاش ب 700 ياك، ما عرفتيش الثمن. الله يعطيك الخير، الله يسلمك. المهم البنات حنا والله العظيم راه كرينا هذه ب 700 واللي فيها ساره ب 800 ياك، ديال ساره ب 800. المهم شحال ما عرفتيش شحال غيبداو دابا الثمن هنا. قولي هذه تقدر تطلع من 850 الفوق. هذه دابا 800 صافي 850 والله العظيم. عرفتي هاد الدار هذه فاش سولنا على الثمن قالوا لينا 900 درهم في شهر 7، 1200 اللي كتوصل ياك، 1200 اللي كتوصل نورمالمون في شهر 8. ها هي يخليها لكم عبد الرحيم 850 900 درهم، ولكن والله الا تستاهل كلشي قريب لكم. وها هي فيو سور مير راه زوينه بزاف.